بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتقبل الله اعمالكم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا كل انسان يفتش عن العزة كل إنسان يبحث عن العز والكرامة والمجد ولكن المشكلة أن الإنسان قد يخطئ المصادق قد يخطئ الطريق تشخيص الطريق للوصول إلى العز والكرامة وحتى في أجواءنا الإيمانية في أوساطنا الدينية أيضا قد تختلط بعض المفاهيم بين العزة وبين الذلة أو بين الذل مثلا التواضع بعض الناس يتصور ان التواضع هو حاله ذل يعني ذل او ان التكبر يجب آه ان نعرف ان التكبر هو غير العزه يعني مو معنى الانسان يريد يصير عزيز يعني يروح يتكبر ويتبختر آه في مشيته في جلوسه او تصرفاته مع الاخرين اذا مفهوم العزه من المفاهيم التي وردت في الروايات في القران الكريم آه طبعا في الدعاء في الادعيه ايضا ورد هذا المفهوم مثلا علي الامام السجاد عليه السلام في دعاء مكارم الاخلاق وعزني ولا تبتليني بالكبر وبالكبر ولا ترفعني في الناس درجه الا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا احدثت لي ذله باطنه عند نفسي بقدرها كما ورد هذا مثلا في الصحيفه السجاديه. بين الذل والعز خط وفاصل لا ينبغي للمؤمنين اجتيازه وبتعبير اخر كما ورد في الروايات من غير الجائز للمؤمن ان يذل نفسه. اكرر الذل مثلا غير التواضع، يعني هذا بحث اخر يجب ان نفهم ونفصل بين المفاهيم. مثلا عن الامام الصادق عليه السلام يقول: ان الله تبارك وتعالى فوض الى المؤمنين كل شيء الا اذلال نفسه فوض عفوا الى المؤمن ان الله تبارك وتعالى فوض الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه هذا غير جائز ما يصير الانسان يروح يذل نفسه او ايضا عنه عليه السلام لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه لا ينبغي هذا حرام خط في روايات عن عن الامام عن النبي صلى الله عليه واله يقول النبي الاكرم عليه افضل الصلاه والسلام من اقر بالذل طائعا فليس منا اهل البيت فليس منا اهل البيت هذا ورد مثلا في كتاب تحف العقول اذا هناك تحذير في الروايات من ذل المؤمن من اذلال المؤمن لنفسه مثلا أيضا في الروايات التقلل ولا التذلل حتى لو الإنسان يعيش ضائقة مالية بس ليه يروح يتذلل الإنسان يتحمل يصبر الذل محرم الذل خط أحمر المنية ولا الدنية أيضا في روايات أخرى والتقلل ولا التوسل لذلك كان شعار الإمام الحسين عندما خيره بي خيره الطاغية بين السلة وذلة قال هيهات من الذلة هذا الشعار شعار المؤمنين شعار الثوار شعار الموحدين عبر التاريخ طبعا المشكلة أن الإنسان قد يذهب إلى إذلال نفسه من أجل مادة من أجل مال من أجل منصب من أجل مصلحة من أجل قضاء حاجة وقتية هذا الأمر غير مسموح له بحسب الروايات أكرر بعض الروايات تؤكد على ذلك أيضا على الإمام الصادق عليه السلام إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا هذا الله لم يفوض المؤمن بذلك مو الإنسان يقول أنا حر نفسي لا المؤمن من علامات المؤمن من صفات المؤمن من من شواخص شون الشاخص ميزان معيار للمؤمن عدم الذل عدم التذلل ثم يقول الإمام الصادق أما تسمع قوله تعالى أو تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة لله وللرسول وللمؤمنين فإنسان يقول أنا مؤمن لكن عادي هو ذليل أو يقبل بالذل هذا غير هذا لا يطلق عليه مؤمن فالمؤمن كما يقول يكمل الإمام الصادق فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا إن المؤمن أعز من الجبل لأن الجبل يستقل منه بالبعاول والمؤمن لا يستقل من دينه بشيء إذن الإنسان عليه المؤمن عليه أن يكون عزيز ولكن ليس معنى العزة هو التكبر العزة يعني التبختر وأمثال ذلك على الإنسان إذن أن كما في الروايات لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا كما عن أمير المؤمنين عليه السلام طبعا احدى معاني الذل هو الحرص على الدنيا، يعني الذل ليس معناه ان الانسان مثلا يهان بكلمه. لا، حرصنا على الدنيا هو ذل لنا، لان الانسان يصير خاضع وتابع واسير لشيء اخر، هاي ذل، هذا من من مصادق الذل. سئل علي سئل علي عليه السلام: اي ذل اذل؟ اي ذل اذل اكثر ذل شنو فقال الحرص على الدنيا نستجير بالله من ذلك الامام الباقر عليه السلام يقول لا ذل كالطمع هذا الانسان الطماع يكون ذليل لانه عينه على هذا وعينه على ذاك ويمد ايده لهذا طمع عنده هذا ذل ذل نفسيه ذل يعني حاله انهيار نفسي يسموها تصاغر دنيه نفسيه الانسان الطماع كما نعلم جميعا ما يشبع تعطي يريد بعد احصل اريد بعد سياره اخر مدير اريد لا المدير بعد سياره بيت فخم اريد افخم اموال طائله اريد اكثر هكذا الانسان جاه اريد اكثر جاه لذلك الدنيا مشكلتها هاي عن الامام الكاظم عليه السلام يقول مثل الدنيا مثل ماء البحر مثال لطيف يضرب الإمام، مثل الدنيا مثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله، حتى يقتله. الإنسان كل ما يشرب من ماء البحر يريد بعد ما يعطى ما يشبع ما يشبع ما يرتوي كذلك نحن والدنيا. الدنيا لا تروي أحداً مشكلة الدنيا هاي فلذلك الطماع يبقى ذليل. هاي أمامنا التاريخ كم من انسان قاتل الحق ووقف ضد الحق طمعا في الدنيا والنتيجه انه فقد الدنيا والاخره، مثال لطيف جدا امامنا عمر بن سعد، كان يطمع لملك الري ولكن خير بين قتل الحسين وهذا الامر، اقتل الحسين تحصل على ملك الري، الرجل فكر ولكن طغى واستملك عليه حب الدنيا والسلطه، النتيجه قال أقتل الحسين وأعطوني ملك الري وبالفعل سار الرجل في هذا الطريق ووصل إلى أن قتل الرأس يعني عفوا قتل الإمام الحسين وحمل الرأس مبتهجا طامعا في ملك الري والنتيجة أنه لم يحصل على ملك الري لم يحصل على ملك الري هذا هو الإنسان الدنيا لا تشبع أحدا الإنسان كل ما يكون طامع أكثر هذا أكبر ذل للإنسان لذلك الناس عبيد الدنيا إلا ما خرج بالدليل كما يقولون إلا من حقيقة من من فكر بالآخرة وفكر في صغر الدنيا وقصر الدنيا وأن الدنيا مؤقتة وأمثال ذلك لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول من أحب الدنيا ذل ذل هذه نتيجة طبيعية اللي يحب الدنيا ونحن مع الأسف من أطماء من محبي الدنيا بالتالي الدنيا صديقتنا هاي بعد مشكلة لذلك على مقدار حبنا للدنيا احنا يعني حتى لو الناس تحترم تحترمنا تصفقنا تمدحنا بس نحن في قرارات أنفسنا نعيش الذل واقعا الإنسان عندما يعيش هذا الحب للدنيا هكذا يكون حاله ولكن هذا الذل الذي تتحدث عنه الروايات هذا غير التذلل إلى المؤمنين التذلل إلى الوالدين تذلل الى مثلا القران الكريم يقول واخفضنهما جناح الذل من الرحمه هذا مو ذل هذا تذلل هذا طاعه لله سبحانه وتعالى هذا عين العزه ان الانسان يخفض جناحه الى الوالدين يقبل يد الوالدين لذلك القران في سوره المائده الايه 54 يقول اذله اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين هذا ايضا هو عز في الواقع الانسان المؤمن الحقيقي يكون مع المؤمنين متواضعا متذللا، ليس ذليلا. هذه ليست ذله. القرآن ايضا في سوره النساء يعطي مفهوم اخر، لهذا احنا كثير من الناس مع الاسف يتواضع للكافرين، آه يتملق للمستكبرين بحجه عندهم سلطه واموال وجيوش وسلطان عالمي. لكن القرآن يجي خاطبنا يقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين تركون المؤمنين والمسلمين يروحون إلى الكافرين كما نشاهد في أوضاعنا اليوم بعض حكوماتنا بعض وضعنا يقول أيبتغون عندهم العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا العزة لله جميعا أيها الحكام أيها الناس أيها المسلمين نخاطب أنفسنا نخاطب الجميع نحن نبتغي عزة عند هؤلاء، الله يقول العزة لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لا تستحصل بالأموال والخضوع للظالمين والتملق للمستكبرين. العزة نحصل عليها بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نطلب عفوا نذكر بعد الفاصل كيف نحصل على العزه ان شاء الله سبحانه وتعالى لحظات ونعود اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وصلنا الى كيف تتحقق العزه؟ كيف نحصل على العزه؟ كيف نصل الى العزه؟ العزه والوجاهه الحقيقيه هي عند الله سبحانه وتعالى، لذلك نحن نقرا في دعاء التوسل يا وجيها عند الله وليس يا وجيها عند الناس. الوجاهه عند الناس ومدح الناس ليس هو الملاك، طيب الايات والروايات ذكرت طرق و كيف يصل الإنسان إلى العزة أنا أقرأ مجموعة من تقريبا هي خمس أو سبع نقاط بعجالة يعني لضيق الوقت أحاول أن أمر عليها وهذه وردت في الروايات طرق للوصول إلى العزة ذكرنا في بداية الحلقة الإنسان قد يشتبه ويخطئ في تشخيص الطريق للوصول إلى العزة الطريق الأول للوصول إلى العزة الأمر الأول الذي يجب أن نحققه هو الطاعة الطاعه لله سبحانه وتعالى الامام الحسن المجتبى عليه السلام في روايه رائعه يقول من اراد عزا بلا عشيره وغنا بلا مال يصير غني بس بلا فلوس وهيبه بلا سلطان فلينتقل من ذل معصيه الله الى عز طاعته هذا الانتقال من الذل الى العزه من المعصية إلى الطاعة صرنا من صرنا أ... آ... مطيعين لله سبحانه وتعالى صرنا عزاء صرنا كرماء صرنا أصحاب الشرف والوجاهة الحقيقية أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة الطريق للوصول إلى العز نريد العز نطلب العز بالطاعة من خلال الطاعة لذلك الإنسان قد كما أن الإمام الحسين نحن عقيدتنا أن الإمام الحسين عليه السلام أو أصحابه قطعوا إرباً إرباً في أرض كربلاء في يوم العاشر لكنه معناه هذا ذل أبداً هذه العزة العزة في طاعة الله الطاعة كانت الوقوف أمام المستكبر أمام الظالم فكانت هي العزة الحقيقية وهذا درس لنا درس لنا الأمر الثاني اللي ورد في الروايات ان الطريق وتحقيق العز ياتي من خلال التمسك بالحق. الامام الحسن العسكري عليه السلام في روايه رائعه ايضا يقول: ما ترك الحق عزيز الا ذل. ما ترك الحق عزيز، هنا الحق مفعول مقدم يعني ما ترك عزيز الحق. ما ترك الحق عزيز الا ذل مجرد ان نترك الحق وان كنا ازاء سابقا بسبب التمسك بالحق بس بمجرد ان نترك الحق نذل ما ترك الحق عزيز الا ذل ولا اخذ به ذليل الا عز اللي كان ذليل بعيد عن الحق بمجرد ان يتمسك بالحق مباشره ينعز يصير عزيز عزيز هذا الإنسان رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول العزيز بغير الله ذليل اللي يتصور أن عزيز بس بغير الله شريف بس بغير الله وجيه بس بغير الله يقول في الواقع حقيقة هذا ذليل حقيقة ذليل الإمام الصادق عليه السلام يقول العز أن تذل أن تذل للحق إذا لزمك. الإنسان مثلا أخطأ بالتالي هذا الإنسان عندما يخطئ عليه أن يعتذر أن يقبل بالخطأ. طيب الإنسان يكابر هاي عين الذلة. الإنسان يعتذر لابنه لزوجته الزوجة لزوجها الصديق لصديقه كبير للصغير كبير أخطأ بحق الصغير يعتذر. العز الحقيقي أن تلزم للحق أن نلزم بالحق أن, أن نقبل بالحق أن نلتزم بالحق وبتعبير آخر أن نذل أن نتذلل إلى الحق هو العزة إذا التذلل للحق هو عزة وليس ذل هذا هو العز الحقيقي لكن إذا لزمني إذا عرفت الحق يكون أتبع إذا النقطة الثالثة التقوى التقوى هي العز الحقيقي العزة الحقيقية النبي صلى الله عليه وآله يقول من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل هي سهلة جدا ولكن طبعا بسيطة بالكلام لكن صعبة بالعمل ولكن على الأقل ندرك هذا المفهوم حتى نعرف حقيقتنا على الأقل نؤمن بهذه المسائل من أراد أن يكون عز الناس فليتق الله عز وجل وأيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا عز أعز من التقوى كما ورد في نهج البلاغة لا عز أعز من ال... لا عز أعز من التقوى طيب الأمر الرابع هو الصدق الإنسان يكون صادق سامرات يكذب ويغالط الآخرين ويغير الكلام حتى الناس تحترمه لا الصدق الصدق هو طريق العز، العز الحقيقي. الامام الصادق عليه السلام يقول: الصدق عز والجهل ذل، والجهل ذل. النقطة الخامسة، الطريق الخامس، الامر الخامس هو التواضع لله سبحانه وتعالى. علي عليه السلام يقول: اعلم انه لا عز لمن لا يتذلل لله. لا عز لمن لا يتذلل لله اذا التواضع لله التذلل لله سبحانه وتعالى طبعا التذلل لله في الالتزام بالاحكام الشرعيه الالتزام بما يريده الله سبحانه وتعالى وهذا التذلل لله مو الانسان عاصي يعصي ولا يلتزم بالاحكام الشرعيه وعلى انه متذلل لله بشعوره مو كافي التذلل الحقيقي والالتزام ولا رفعه يكمل الامير عليه السلام ولا رفعه لمن لا يتواضع لله ماذا ما يرتفع الإنسان إذا ما يتواضع لله سبحانه وتعالى الأمر السادس المهم هو قطع الطمع عما في أيدي الناس يعني الطمع في الواقع هو ذل أن نقطع الطمع أن نقطع دابر الطمع وصفة الطمع وننظر إلى الناس هاي الصفة إذا قطعناها احنا نستطيع ان نصل الى العز. لذلك في الروايه عن لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه يقول له ان اردت ان تجمع عز الدنيا فاقطع طمع طمعك مما في ايدي الناس فانما بلغ الانبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم إن أردت أن تجمع عز الدنيا ماذا تفعل؟ فاقطع طمعك مما في أيدي الناس إذا قطع الطمع أيضا طريق مهم وبتعبير آخر قطع الطمع يعني القناعة ولذلك أمير المؤمنين يعبر ال عليه السلام القناعة تؤدي إلى العز موجود هذا في غرار الحكم القناعة تؤدي إلى العز الإنسان قنوع يعني ما يطمع للآخرين الاخرين، بالتالي انا من اقتنعت بشيء واكتفيت ما انظر الى الاخرين. ومن ما انظر الى الاخرين يعني ماذا؟ يعني بعد انا عزيز، بعد انا ما عندي احتياج للاخرين. الامر السابع المهم، وايضا هذا مهم ايضا في اوضاعنا وفي حياتنا الاجتماعيه ان نلتزم به جميعا. هو الصفح، العفو. الانسان عندما يظلم، طبعا مو الظلم، مو احنا مرات ان هذا العنوان الصفح والعفو ركب براس الاسلام الانسان الاسلام ينذبح ومكائد الاعداء ونحن نقول العفو والصفح والاسلام دين المسامحه والسلام هذا مو في هذه الموارد الانسان اذا اراد ان يكون من اهل السلام في قضايا تخصه اما ما يرتبط بالدين بالمواقف بمصلحه المسلمين ب هجوم الاعداء على الاسلام وعلى على المسلمين هذا الانسان بعد هنا مو محل الصفح محل الاشداء الشده والغلظه وليجدوا فيكم غلظه ولكن في المسائل الشخصيه الفرديه ثلاث لا يزيد الله بهن المرء المسلم الا عزه ثلاث امور تزيد عزه المسلم الصف اولا الصفح عمن ظلمه الإنسان يكون ايش قد ما نقدر نعفو ونصفح عن الاخرين هو عزه إنه هو مو ذل مو الانسان والله اذا المقابل اخطا فيكون انا اذا لان انا اذا اعفو فمعناها نقطه ضعف لا لا الصفح والعفو عند المقدره والصفح هو اللي يؤدي الى العز وليس الانتقام روح الانتقام وهذا اليوم نحتاجه في اوساطنا الاسلاميه واقعا طبعا واعطاء من حرمه والصله لمن قطع هاي كلها ايضا موارد لاستجلاب وتحصيل العزه. الصادق عليه السلام ايضا يقول: ما من عبد كظم غيظا الا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا والاخره. روايه حقيقه رائعه، موجوده هذه الروايه موجوده في الكافي الجزء الثاني. اذا ينبغي التفريق ايضا بين كظم الغيظ وبين الغضب لله والدفاع عن حرمات الله، الغضب لله هذا غير كظم الغيظ. كظم الغيظ ممدوح لكن السكوت أمام حرمات الله والخنوع هذا مذموم لذلك أدنى مراتب الإنكار كما في الروايات أن تلاقوا أهل المعاصي بوجوه مكفهرة يعني موجوه شديدة لذلك مسألة العز أمير المؤمنين يقول كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا المهم في الإنسان في كل الأحوال أن يكون مدافعا عن الحق ملتزما بالتكاليف الشرعية وهذا الأمر هو ما يؤدي الإنسان إلى عزته وإلى كرامته أنا أختم بقصة نوح وبآية عن قصة نوح عليه السلام يقول تعالى في سورة هود الآية 38 والآية 39 عندما كان نوح عليه السلام يبني السفينة تدرون نوح عندما كان يصنع السفينة كانوا يمرون عليه يستهزئون به، هذا يحكي له حكايه، ذاك يحكي له كلمه، التالي نوح عليه السلام واجه هكذا، يعني واجه الاستهزاء والمسخره والانتقاد والاعتراض، وكيف يعيش هذا الانسان في هذا الظرف. نوح عليه السلام في هذا الامر يقول يقول تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته